السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه طرود ذات الملكات المنتخبة. لاحظ السروح الآن رغم درجة الحرارة تقريبا الآن 45، إلا أنه النحل ما شاء الله تبارك الله يعني سروحه وملائمته لدرجة الحرارة وتحمل درجة الحرارة والسروح بكل نشاط. هذا الحمد لله رب العالمين نتيجة الانتخاب والعمل الجاد ما شاء الله تبارك الرحمن. لاحظ الآن هذه الطرود، هذه كلها طرود جديدة. لاحظ النحل يسرح الآن، درجة الحرارة 45 الآن بعد صلاة الجمعة. لاحظ سروح النحل، لاحظ تحمل النحل لدرجة الحرارة والعمل بكل نشاط منذ الصباح الباكر. هذه هي نتيجة الانتخاب ونتيجة العمل الجاد في تربية الملكان، وليس العمل العشوائي والتربية الداخلية اللي ينتج عنها ملكات ضعيفة، نحل ضعيف، نحل سيء، فيه كل الصفات السيئة. الحمد لله رب العالمين. اذكر الله وصلوا على رسول الله. أخوكم سامي المعيدي، قناة النحال العربي الحر. أفلح من ذكر الله.